المحادثات المتعلقة ببرنامج إيران النووي تواصلت في فيينا بين إيران ودول مجموعة 5+1، وذلك قبل انتهاء مهلة 24 من الشهر الحالي للتوصل إلى اتفاق نهائي. وفيما يتوقع محللون أن تمدد الأطراف المهلة النهائية تستبعد الولايات المتحدة ذلك، ويبدو أنه تم التوصل إلى تسوية مؤقتة تتعلق بتشديد عمليات التفتيش في المفاعلات النووية الإيرانية، فيما لم يتم حسم نسب تخصيب اليورانيوم ومسألة رفع العقوبات على إيران إن كان سيتم مرة واحدة أو بتدرج. ويريد الغرب تبديد المخاوف من إمكانية تطوير إيران لسلاح نووي.